السلام عليكم يا طلاب. اليوم إن شاء الله محاضرتنا محاضرة رقم 8 من محاضرات الفصل الرابع، فصل الكيمياء الكهربائية، واللي إحنا إن شاء الله كنا نسولف بالمحاضرة السابقة يا طلاب على كيفية استخدام قطب الهيدروجين القياسي في حساب جهود الأقطاب الأخرى، يعني في حساب جهود التأكسد والاختزال للأقطاب شنو؟ للأقطاب الأخرى. سولفنا على هاي الحالة بالتفصيل وعرفنا أنه بعد ما استخدمنا قطب الهيدروجين القياسي في حساب جهود الأقطاب رتبنا الجهود للأقطاب بجدول سميناه جدول جهود الاختزال القياسية، والجدول ابتدى بعنصر الفلور تشان اللي هو أعلى جهد اختزال ويبدأ بالتناقص لحين الوصول إلى أوطأ جهد اختزال اللي هو بالنسبة للليثيوم. مو تنسى أنه عرفنا أن صاحب الأعلى جهد اختزال يكون الأفضل كعامل مؤكسد، والتحسب حساب أن صاحب الأعلى جهد اختزال هو الأوطأ جهد تأكسد، بينما صاحب أوطأ جهد اختزال هو الأعلى جهد تأكسد. أي القضايا والأمور سولفنا عليها بالمحاضرة الشنون السابقة. المهم أنه إحنا حسبنا للأقطاب أو لكل العناصر حسبنا قيم جهود تأكسدها وشنو واختزالها. هسه يا طلاب إحنا المفروض وين نروح؟ نروح للحسابات الخاصة بجهد الخلية القياسي، لكن عندنا محاضرة تسبق هذا الموضوع اللي هي محاضرة جدا مهمة، اللي هي راح نسولف بها على من يا طلاب؟ حنسولف بها على أول مرة أنواع من أنواع الأقطاب، أوكي، وكيفية تمثيل الخلية كتابة. جدا مهمة هذه المحاضرة، أوكي، وحتشوف شنو فائدتها. زين، أول مرة احنا متفقين يا طلاب على أن أي خلية جلفانية أو فولتائية، باعتبار أن احنا محاضراتنا كلها تخص الخلايا الفولتائية أو الجلفانية اللي هو القسم الأول من الخلايا، فكل الخلايا مؤلفة شرط من أقطاب اثنين، أنود وكاثود. أكو خلية تتألف من أنود؟ أبداً. أكو خلية تتألف بس من كاثود؟ أبداً، لاستحالة حصول عملية أكسدة بدون عملية اختزال، هذا ثابت. طيب بس أريد نسأل سؤال، أقطاب الخلايا أو الأقطاب الاثنين الأنود والكاثود المكونة لأي خلية جلفانية هم نوع واحد ولا عدة أنواع أو أكو أنواع محددة من الأقطاب؟ يا طلاب الخلايا بالمجمل أنواع الأقطاب بها ثلاث أنواع للأقطاب فقط. النوع الأول يسمونه قطب الفلز، آيون الفلز، قطب الفلز آيون الفلز، أو مرات شو يسمونه؟ يسمونه القطب الصلب. القطب شنو؟ القطب الصلب، يعني بما معنى هذا النوع من الأقطاب هو أقطاب المواد الفلزية، ودائما المواد الفلزية شو تكون؟ تكون عبارة عن مواد صلبة، أوكي؟ طبعا خلي في البال وأنا قبل لا أحكي أنواع الأقطاب، أي نوع من الأقطاب اللي راح أحكيها بنفس الوقت هذا القطب أو هذا النوع ممكن يتمثل على الأنود وممكن يتمثل على الكاثود. فمن نجي أسولف على النوع الأول من الأقطاب قطب الفلز آيون الفلز، يتكون هذا النوع من الأقطاب من غمر لوح من الفلز في محلول يحتوي أيونات ذلك الفلز. تعريفة دير بالك عليها، النوع الأول من الأقطاب قطب الفلز آيون الفلز يتكون هذا النوع من الأقطاب من غمر لوح من الفلز في محلول يحتوي أيونات ذلك الفلز. مثلا مثل ما أخذنا بخلية دانيال مثل قطب الخارصين الذي يتكون من غمر لوح من الخارصين في محلول كبريتات الخارصين، أو كان عند الكاثود لوح من النحاس مغمور في محلول كبريتات النحاس، أوكي؟ إذن الأقطاب الفلزية أو قطب الفلز آيون الفلز هو عبارة عن قطب مكون من غمر لوح من العنصر الفلزي
في محلول يحتوي آيونات هذا الفلز، مثل لوح من الخاصين مغمور في محلول كبريتات الخاصين. وتكون تفاعلات الأنود والكاثود بالصورة التالية. يعني أنا إذا أقول الخاصين هو قطب فلزي يا طلاب، فأوكي أنا ممكن أخلي الخاصين على الأنود ويعاني عملية أكسدة، أو على الكاثود ويعاني عملية اختزال. إذن هسه شوف، إذا خلينا الخاصين يكون أنود فزت إن من صفر إلى زت إن موجب 2، يعني كل ذرة تفقد 2 إلكترون. أو يا أما إذا كان كاثود فكل آيون خاصين يكتسب 2 إلكترون ويتحول إلى فلز خاصين. إذن عادي أي قطب أنت ممكن تخلي أنود أو ممكن تخلي كاثود، بس افتهمت ان النوع الاول من الاقطاب يسمونه قطب الفلز ايون الفلز، واللي هو قلنا عبارة عن غمر لوح من الفلز في محلول يحتوي على ايونات، ممكن يكون هالقطب انود وممكن يكون هالقطب كاثود. النوع الثاني من الاقطاب يا طلاب اللي هو الاقطاب الغازية، وهذا يتكون من ضخ غاز خلال أنبوبة زجاجية بضغط معين داخل محلول يحتوي آيونات ذلك الغاز. طبعا انت لحد هنا تعريف دير بالك عليه، ماشي عيني؟ يتكون من ضخ غاز خلال أنبوبة زجاجية بضغط معين داخل محلول يحتوي آيونات ذلك الغاز. طبعا هنا يا طلاب خلي في البال، لكون الغاز غير موصل للتيار يستخدم عادة سلك من البلاتين كعنصر خامل يكون مثبت في الأنبوبة الزجاجية ليعمل كسطح موصل للتيار الكهربائي. الأقطاب الغازية، الغاز يعتبر مادة غير موصلة، لذلك دائما الأقطاب الغازية يا طلاب دائما تتضمن سلك من البلاتين اللي هو يستفاد من عنده كسطح موصل للتيار الكهربائي. طبعا احنا عندنا المواد الغازية هواية يا طلاب، وممكن هاي كل المواد الغازية تكون عبارة عن قطب. وطبعا اي قطب سواء قطب فلزي او قطب غازي، انت ممكن القطب يكون انود وممكن يكون القطب كاثود. طيب مثلا يا طلاب، مثلا الهيدروجين غاز، فاذا خليناه قطب حيكون عنده قطب الهيدروجين، ممكن تمثيله كانود وممكن تمثيله ككاثود، بحيث انه عند الانود الهيدروجين او جزيئات الهيدروجين تتأكسد، حيث تتحول كل جزيئة الى ايونين وتفقد 2 الكترون عند الانود، بينما اختزال الهيدروجين كل 2 H الموجب زائد 2 الكترون ينطيني شنو؟ ينطيني H2. مو تنسى احنا هاي انصاف التفاعلات هاي كلها مرة علينا يا طلاب، بس نريد نوضح لك ان القطب الغازي عادي يكون انود عادي يكون كاثود، والأقطاب الغازية مو بس الهيدروجين، قطب الكلور، أوكي، قطب البروم، قطب اليود، هاي كلها أقطاب شنو؟ غازية. هنا مثلا عندنا قطب الكلور ممكن أنه يكون آنود وممكن أنه يكون شنو؟ كاثود، بحيث عند الآنود 2، أنت مو تنسى إحنا من نكتب نصف أكسدة نصف اختزال نحافظ على أنه من نكتب نصف الأكسدة نضمن زيادة بالعدد التأكسدي والإلكترونات المفقودة جهة النواتج، ومن نكتب اختزال نضمن نقصان بالعدد التأكسدي والإلكترونات المكتسبة بجهة من؟ بجهة المتفاعلات، بجهة المتفاعلات يا طلاب، تمام؟ فإذا هسه الهيدروجين ممكن أنه يكون قطب وهو يعتبر قطب غازي، الكلور قطب وهو يعتبر قطب غازي، أي واحد منهم هو نوع من أنواع الأقطاب الغازية حالها حال البروم واليود وهكذا، أوكي؟ إذا صار عندنا نوعين من الأقطاب، قطب الفلز آيون الفلز اللي هي أقطاب المواد الصلبة، والقطب الغازي. الثالث، النوع الثالث من الأقطاب يا طلاب يسمونها أقطاب التأكسد والاختزال، أو بين قوسين نقول عليها اسمها الأقطاب الأيونية، الأقطاب الشنوة الآيونية. طيب شو القطب الآيوني يا طلاب؟ تتكون عادة هذا النوع من الأقطاب من غمر سلك من البلاتين أو عمود من الجرافيت في محلول يحتوي على آيونات عنصر له حالتي تأكسد مختلفتين، له حالتي تأكسد
مختلفتين، أقطاب التأكسد والاختزال أو الأقطاب الأيونية يا طلاب عادة تتكون من غمر سلك من البلاتين أو عمود من الجرافيت في محلول يحتوي على آيونات عنصر له حالتي تأكسد. تدري شنو الأقطاب الأيونية يا طلاب باختصار؟ شوف أنت الأقطاب الفلزية حركتها بالأكسدة والاختزال من عنصر إلى آيون أو من آيون إلى عنصر، يعني دائما حركتها من صفر إلى موجب واحد اثنين ثلاثة وهكذا، أو من آيون إلى شنو؟ إلى عنصر، يعني إلى صفر. الأقطاب الأيونية، الأقطاب الأيونية لا تتحرك من آيون، حركتها من آيون إلى آيون، بس إذا من أدنى عدد أو من أقل تأكسد إلى أكثر تأكسد، يعني هنا ديعاني عملية شنو؟ عملية أكسدة. إذن هذا آنود، من الأقل العفو من الأعلى للأدنى هنا شو راح يكون؟ نقصان بالعدد التأكسدي، راح يكون كاثود. يعني سباوا عليه، لما الحديد يتحول من آيون موجب 2 إلى آيون موجب 3 زيادة بالعدد التأكسدي، إذن هنا جاي عاني عملية أكسدة. هنا شو نقول يا طلاب؟ هنا جاي نقول أن آيون، كل آيون حديد يفقد إلكترون واحد ويعاني عملية أكسدة، بينما من نتحول من Fe موجب 3 من آيون موجب 3 يكتسب واحد إلكترون ويرجع آيون Fe موجب 2، إذن هنا جاي عاني عملية اختزال، يعني حيكون هو عبارة عن قطب شنو؟ عبارة عن قطب كاثود. إذن أقطاب التأكسد والاختزال هاي أقطاب أيونية تتحرك من تأكسد، من يعني من 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 عدد تأكسدي إلى عدد تأكسدي آخر، فمن أدنى إلى أعلى يعني أكسدة، من أعلى إلى أدنى يعني عملية شنو؟ عملية اختزال. يعني هسه هنا كمثال، مثال آخر يا طلاب، يعني مثلا من غنيز من موجب 2 إلى Mn موجب شنو؟ موجب 4 ناحية يفقد 2 إلكترون سالب. أنا وظيفتي أريد أقول لك هذا النوع من الأقطاب هذا قطب أيوني، من شفته يتحرك من آيون إلى آيون هذا قطب تأكسد واختزال أو قطب آيون، هيك بالأكسدة، بينما بالاختزال Mn موجب 4 زائدا شنو؟ 2 إلكترون سالب، ينطيني Mn موجب شنو؟ Mn موجب 2. إذن من موجب 4 إلى موجب 2 نقصان، إذن هنا يعاني عملية اختزال، بينما من موجب 2 إلى موجب 4 زيادة، يعني جاي يعاني عملية شنو؟ جاي يعاني عملية أكسدة، جاي يعاني عملية أكسدة. إذن الخلية يا طلاب، أي خلية جلفانية أقطابها صار عندي كم نوع؟ صار عندي 3 أنواع: قطب الفلز، آيون الفلز، والقطب الغازي، وأقطاب التأكسد والاختزال. بس ميز لي شغلة، بالله الأقطاب الغازية مبين، ميز لي شغلة، القطب الفلزي اللي يتحرك من عنصر إلى آيون أو من آيون إلى عنصر، يعني من الصفر باتجاه الزيادة أو من عدد تأكسدي إلى صفر، بينما اللي يتحرك من آيون إلى آيون سواء بالزيادة أو بالنقصان هذا نوع من أنواع أقطاب التأكسد والاختزال. أقطاب التأكسد والاختزال. زين، سؤال، ليش احنا دنقل لك على انواع الاقطاب يا طلاب؟ اريد نوصل من هذا الموضوع الزغير، اريد نوصل الى موضوع جدا مهم اسمه التالي. الموضوع اللي دنريد نحكي عليه يا طلاب، اللي هو بعد ما عرفنا الاقطاب وانواعها المكونة للخلية، اريد نسولف على موضوع اسمه التعبير عن الخلية الفولتائية شنو؟ عن الخلية الفولتائية كتابة. زين، شنو التعبير؟ أول مرة أريد أقول لك فد شغلة يا طلاب، يا طلاب التعبير عن من؟ عن الخلية الفولتائية شنو؟ كتابة. هذا الطريقة الثانية للتعبير عن تفاعل الخلية، يعني أنت حس بحساب أن أي خلية شنو؟ أي خلية فولتائية أو جلفانية، أي خلية فولتائية أو جلفانية
خلي في البال يا طلاب أنه تفاعلها يتم التعبير عنه بشكلين. شكلين، النوع الأول اللي هو وارد ومر علينا أنه شلون تعبر عن التفاعل العام المن للخلية. أنا ثاني كمثال ما أخذ خلية مثل خلية دانيال اللي تقول أن ZN زائد C U موجب 2 شي ينطيني؟ ينطيني ZN موجب 2 زائد شنون؟ زائد CU. هذا يا طلاب هذا يسمونه تفاعل عام للخلية. يعني هسه أنت على ضوء هذا التفاعل يبين عندك منو اللي جاي يعاني عملية أكسدة ويعاني عملية اختزال باعتبار الخاصين من صفر إلى موجب 2 زاد، يعني يعاني عملية أكسدة، والنحاس من موجب 2 للصفر قل، إذن يعاني عملية شنو؟ عملية اختزال. إذن الطريقة الأولى للتعبير عن الخلية بواسطة تفاعلها العام. أكو طريقة ثانية تعبر بها عن الخلية وافتهم من خلال التعبير منو الآنود ومنو الكاثود؟ نعم، يسمونه التعبير عن الخلية الفولتائية كتابة. إذن أكو تعبير كتابي وأكو تعبير بدلالة التفاعل العام. تفاعل العام مفهوم عندك ولا بأس، إحنا مشتغلين عليه. أما التعبير عن الخلية الفولتائية كتابة يا طلاب، هنا نقول للتعبير عن الخلية الجلفانية أو الفولتائية كتابة راح نجي نتبع الأسلوب الآتي: يكتب الآنود على جهة اليسار ويكتب الكاثود على جهة اليمين ويفصل بينهما خطين دلالة على الجسر الملحي، ويمكن لأي قطب من الأقطاب الثلاثة أن يمثل كآنود أو يمثل كاثود حسب تفاعل الخلية. إذن الطريقة الثانية للتعبير عن الخلية تكون بهذا الأسلوب يا طلاب. لاحظ لي على هذا الأسلوب، هذا التعبير يسمونه التعبير عن الخلية كتابة، اللي هو حنكتب الآنود عند جهة اليسار خطين مايلات يسموهن الجسر الملحي، وعلى جهة اليمين حنكتب من وين؟ حنكتب الكاثود، يعني أكسد على اليسار جهة خطين يمثلن الجسر الملحي، اختزال عند شنو؟ عند اليمين، آنود على اليسار والكاثود عن من؟ عن اليمين. لكن هنا أنت من تجي شنو؟ من تجي تمثل شنو؟ تمثل الخلية كتابة، مو الآنود. الآنود ممكن يكون أي قطب من الأقطاب الثلاثة، يعني الآنود ممكن يكون هو قطب فلزي، ممكن يكون يعني قطب فلز آيون فلز، وممكن الآنود يكون قطب غازي، وممكن الآنود يكون قطب تأكسد واختزال. كذلك الكاثود ممكن يكون قطب فلز آيون الفلز وقطب أو قطب غازي أو قطب تأكسد واختزال. إذن أي واحد من الأقطاب الثلاثة ممكن أن يمثل كآنود أو يمثل ككاثود. لذلك إحنا لو حتكون عندنا قواعد ثابتة لكل قطب شلون تمثله كآنود وشلون تمثله ككاثود، شلون تمثله كآنود وشلون تمثله ككاثود. إذن هسه راح نسولف عليه من يا طلاب، حنسولف على القطب الأول أو النوع الأول اللي هو قطب الفلز آيون الفلز. يا طلاب اللي راح نسولفه قواعد ثابتة ما بيها مجال، قواعد ثابتة ما بيها مجال. إذا قطب الفلز آيون الفلز إذا كان آنود، فالقاعدة مال التمثيل تقول التالي: رمز الفلز شارحة، رمز آيون الفلز تركيز المولاري. انت خلي في البال احنا هسه حنشتغل دائما على الخلايا القياسية، يعني هسه احنا راح نمثل دائما الخلايا القياسية الجلفانية القياسية اللي تراكيز ايوناتها واحد مولاري. اوكي، فاذا قاعدة قطب الفلز آيون الفلز لما يكون آنود قاعدته تقول رمز الفلز شارحة، رمز آيون الفلز تركيز المولاري.
مثلا عندنا الخاصين زت ان خاصين قطب فلسي قطب المنوى قطب الخاصين. اذا انا اريد امثل قطب الخاصين على من على الانود فشلون امثله على الانود؟ زت ان رمز الفلس الى زت ان موجب 2 رمز ايون الفلس 1 مولار. هاي تمثيله لما يكون انود. زين واذا كان قطب الخاصين واذا كان قطب الخاصين كاثود كاثود شو تكون القاعدة يا طلاب؟ القاعدة تقول اذا كان قطب الفلز ايون الفلز كاثود فالقاعدة تقول رمز ايون الفلز تركيز المولاري الى رمز الفلز. انت دائما ويا الايون يجي التركيز دائما ويا الايون يجي التركيز. فاذا كان قطب الخاصين شنو يا طلاب؟ اذا كان قطب الخاصين او اي قطب فلزي كاثود فقاعدة التمثيل رمز ايون الفلز تركيز المولاري الى رمز الفلز. شوف رمز ايون الفلز زت ان موجب 2 1 مولاري تركيزه الى زت ان. اذا هاي قاعدته لما يكون انود هاي قاعدته لما يكون كاثود. اعيد من جديد يا طلاب اقول انه الاقطاب اي قطب من الاقطاب الثلاثه قطب الفلز ايون الفلز القطب الغازي وقطب التأكسد والاختزال اي قطب ممكن ان يمثل مره كانود ومره ككاثود. لان انت حتلتزم بقاعده ثابته تقول اذا خليت القطب الفلزي على الانود فقاعدته تقول رمز الفلز رمز ايون الفلز تركيز المولاري. واذا خليت كاثود هنا على جهة اليمين تبدا بعد الجسر الملحي رمز ايون الفلز تركيز المولاري ومن ثم رمز الفلز ومن ثم رمز الفلز. يعني هسه تصور عندي يا طلاب تصور عندي خلية هذا منه هذا جسر ملحي هنا عندي دائما ثابت الانود بالتمثيل اجي نحكي على التمثيل ها وهنا عندي شنو هنا عندي الكاثود تمام عيني. افترض عندي انود قطب الفضة وعندي كاثود قطب النحاس شلون تمثل الفضة على الانود وشلون تمثل النحاس على الكاثود؟ بالمناسبة هذا قطب فلز وهذا قطب فلز عيني اي فلز زرده مثل على الانود رمز الفلز اي جي الى رمز ايون الفلز اي جي موجب تركيزه 1 مولاري جسر ملحي. مثل النحاس على الكاثود النحاس قطب فلزي على الكاثود يكون تمثيله ايون الفلز سي يو موجب 2 1 مولاري تركيزه الى سي يو رمز الفلز الى سي يو رمز الفلز. اذا قواعد ثابته واشتغل عليها. زين اذا كان القطب قطب غازي هم كذلك يا طلاب مرة يتمثل على الانود ومرة يتمثل على اليمن على الكاثود. طيب اذا كان انود شنو قاعدته؟ قاعدته تقول تبدي ببلاتين اي قطب غازي تمثيله على الانود يبدي بلاتين رمز الغاز تطي ضغط 1 اي تي ام شارحة رمز ايون الغاز تنطي تركيز 1 مولاري. هاي جاي يحكي اذا الخلية خلية غير خلية قياسية ليش احنا استاد عندنا خلايا غير قياسية اي بعدين ناخذ خلايا غير قياسية بس هسه احنا حنشتغل على الخلايا القياسية اللي هي دائما تراكيز الايونات 1 شنو 1 مولاري. اذا القاعدة يا طلاب لما يكون القطب الغازي انود قاعدته شو تقول؟ بلاتين رمز الغاز ضغطه شارح رمز ايون الغاز تركيز المولاري. يعني افرض عندك شنو يا طلاب؟ افرض عندك قطب الهيدروجين قطب الهيدروجين على الانود بيش نبدي باو عليه؟ بلاتين شارحه رمز الغاز H2 ضغطه 1 اي تي ام شارحه رمز ايون الغاز رمز ايون الغاز 1 مولاري. طيب واذا كان قطب الهيدروجين كاثود او اذا كان اي غاز كاثود شو تقول القاعده؟ كاثود بعد الجسر الملحي رمز ايون الغاز تركيزه 1 مولاري رمز الغاز ضغطه
الى بلاتين، ضغطه الى بلاتين، ضغط دائما واحد اي تي ام والتركيز واحد مولاري. تفهم عليه شلون؟ هذا قاعدته لما يكون انود، هاي قاعدته لما يكون كاثود. يعني بقى علي يا طلاب، افترض انه انت عندك شنو، عندك خليه، ها هذا جسرها الملحي، انا عندي الكلور مثلا سي ال 2 غاز، مره اريد امثله انود ومره اريد امثله كاثود ومره اريد امثله كاثود. شو تقول القاعده يا طلاب؟ تقول اذا تريد تمثل الغاز على الانود باوع بيش تبدي؟ تبدي بلاتين، بلاتين رمز الغاز يعني سي ال 2 ضغطه 1 اي تي ام، بعدين رمز ايون الغاز اللي هو سي ال سالب تركيزه 1 مولاري. اذا بلاتين ضغط الغاز شارحه تركيز ايون الغاز، او العفو رمز الايون تركيزه 1 مولاري. زين واذا كان كاثود تبدي برمز الغاز سي ال سالب تركيزه 1 مولاري، بعدين شارحه رمز الغاز نفسه سي ال 2 ضغطه 1 اي تي ام، وتنهي بيش؟ تنهي بالبلاتين. اذا اذا خليته انود تبدي ببلاتين، واذا خليته كاثود تنهي بيش؟ تنهي بالبلاتين، تنهي بالبلاتين. هاي القواعد حفظ يا طلاب. قاعدة قطب الفلز ايون الفلز لما يكون انود ولما يكون كاثود، قاعدة القطب الغازي لما يكون انود ولما يكون كاثود، القطب الثالث قطب التأكسد والاختزال. قطب التأكسد والاختزال هم مرة عندما يكون انود ومرة اخرى عندما يكون شنو، عندما يكون كاثود. لما يكون انود يا طلاب القاعدة شو تقول؟ تقول يبدي القطب ببلاتين شارحة رمز الايون الاصغر تأكسد تركيزه 1 مولاري، فارزة منقوطة رمز الايون الاكبر تأكسد تركيزه 1 مولاري. اذا الاقطاب التأكسد والاختزال لما تجي تمثلها على الانود تبدي ببلاتين، من عدد التأكسد الاصغر يروح الى عدد التأكسد الاكبر، بس مو شارحة بيناتهن، فارزة منقوطة. طبعا تبدي انت ايون وتنتهي ايون، يعني واحد مولاري وواحد مولاري. هسه مثلا الحديد عندنا يا طلاب، عندك ايونات حديد موجب اثنين موجب اثنين. اذا هذا طبعا احنا قلنا هاي شيء نوع من الاقطاب من ايون الى ايون، هذا قطب تأكسد واختزال. فلو تمثل ايونات الحديد كانود ابدي بيش؟ بلاتين رمز الايون الاصغر تأكسد تركيز المولاري شارحة الى رمز الايون الاكثر تأكسد تركيزه 1 مولاري. اوكي اعكس العملية يصير تمثيلها كاثود، فتبدي بيش؟ رمز الايون الاكبر تركيزه 1 مولاري فارزة منقوطة، رمز الايون الاصغر تركيزه 1 مولاري، وتنهي بيش يا طلاب؟ وتنهي بمن؟ تنهي بالبلاتين، وتنهي بمن؟ بالبلاتين. اذا اقطاب التأكسد والاختزال المرة الثانية دعيد اقول تمثيلها على الانود بلاتين من رمز الايون الاصغر الى رمز الايون الاكبر مولاري مولاري، واذا كاثود من رمز الايون الاكبر الى رمز الايون الاصغر وتنهي بالبلاتين. كل ما تقول ايون يعني بصفة تركيز 1 مولاري، لان راح نسولف على الخلايا الشنو، الخلايا القياسية. اذا هذا الطريقة الثانية للتعبير عن اي خلية جلفانية يا طلاب، هي باستخدام شنو، باستخدام تمثيل الخلية شنو، الخلية كتابة. ببساطة شلون نمثل الخلية كتابة يا طلاب؟ تمثيلها ببساطة جسر ملحي على جهة اليسار انود، على جهة اليمين شنو، كاثود. اوكي طيب الانود ممكن يكون قطب فلزي، ممكن يكون قطب غازي، ممكن يكون قطب تأكسد واختزال، وكل واحد من ذولا الثلاثة عنده قاعدته أو قانونه أو طريقته الخاصة بتمثيله. يعني على الأنود القطب الفلزي رمز الفلز إلى رمز آيون الفلز تركيز المولاري، الغاز عند الأنود بلاتين رمز الغاز ضغطه رمز آيون الغاز تركيز المولاري،
قطب التأكسد والاختزال عند الآنود بلاتين من رمز الآيون الأصغر إلى رمز الآيون الأكبر. أوكي؟ أما إذا كانت هاي الأقطاب الثلاثة كاثود، فقطب الفلز على الكاثود بعد يعني الجسر الملحي رمز الآيون إلى رمز الفلز، القطب الغازي رمز آيون الغاز تركيز المولاري رمز الغاز ضغط وينهي بيش بلاتين. قطب التأكسد والاختزال عند الكاثود من رمز الآيون الأكبر إلى رمز الآيون الأصغر تراكيز مولارية وتنهي بيش وتنهي ببلاتين. طيب يا طلاب، هسه هاي الخريطة أريد نثبتها في البال، يعني راح ناخذ عليها أمثلة على التمثيل، بس قبلها شريد أقول لك، أريد أقول لك أنه ياب ملاحظات على هذا التمثيل أو على آلية التمثيل يا طلاب. تم اعتبار الأقطاب أعلاه في ظروفها القياسية، يعني هسه احنا لما جاي نتعلم تمثيل الخلية كتابة اعتبرنا أن الأقطاب أقطاب قياسية، يعني يعوض عن تركيز كل آيون بالتمثيل واحد مولاري، وعندما تكون الظروف غير قياسية تذكر ظروف التفاعل. 2 للتعبير عن الخلية كتابة يكتب تفاعل التأكسد عند قطب الآنود على جهة اليسار، أما تفاعل الاختزال عند قطب الكاثود فيكتب على اليمين، ويفصل بينهما خطان عموديان يمثلان الجسر الملحي. 3 هذا الخط الفاصل الشارحة يمثل الخط العمودي خط الطور، أي الخط الفاصل بين طورين مختلفين، هذا الخط اللي يفصل بين رمز الفلز ورمز آيون الفلز، رمز الغاز ورمز آيون الغاز، أوكي؟ أو ما بين البلاتين ورمز الغاز البلاتين ورمز الآيونات ذات أعداد التأكسد المختلفة، أوكي؟ طيب 4 مهمة جدا خليها في البال، عنصر البلاتين دائما نكتب عنصر البلاتين في الأقطاب الغازية وأقطاب التأكسد والاختزال فقط، حيث يكون دائما في الطرف، دائما عنصر البلاتين خلي في البال بالتمثيل يجي فقط ويا الأقطاب الغازية وأقطاب التأكسد والاختزال، دائما تكون الآيونات اللي هي محلول مائي، الآيونات يا طلاب دائما تكون مجاورة للجسر الملحي، دائما 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 الآيونات تكون جيران الجسر الملحي، يعني دائما بالآنود تنهي بآيون بصف الجسر الملحي، كاثود تبدأ بآيون بصف الجسر الملحي، فدائما الآيونات تكون على جانبي الجسر الملحي عند التمثيل. طيب هسه هاي الشغلة اللي تعلمناها يا طلاب، واللي هسه هي لحد الآن ما دخلت ببالك إلا تشوفها تمثيل حتى تعرف القواعد الرسمية، أنا حخلي هاي الورقة اللي بيها القواعد الرسمية، حاخذ أمثلة على كيفية تمثيل الخلايا، وكل ما أمثل أقول لك تعالوا وياي للقاعدة، أوكي؟ طيب يلا يا طلاب تعال نتعلم بمجموعة من مجموعة من الخلايا بمثال، ده يقول مثل الخلايا طبعا الجلفانية الآتية. شوف يا طلاب، أنت هنا عندك تفاعل، هذا اللي قدامك هو عبارة عن تفاعل، شنو؟ عبارة عن تفاعل عام. احنا شريد نحول التفاعل الى تمثيل كتابي، الى تمثيل كتابي. طيب شو اللي حنسوي احنا؟ اول مرة من التفاعل العام لازم نفهم منو الانود ومنو الكاثود، حتى نجي نفرز من الانود ومن الكاثود على ضوء اعداد التأكسد. طبعا عنصر الفضة بادي بعنصر حر صفر وصاير موجب، يعني زيادة موجب واحد، إذا زاد عدد التأكسدي إذا هذا هو يمثل الآنود. الكلور من غاز صفر إلى سالب واحد قلل عدد التأكسدي، إذا الكلور يمثل منو؟ يمثل الكاثود. جيد جدا، أقطاب الخلية فضة وكلور. الفضة يا طلاب قطب شنو؟ قطب فلز، والكلور الكاثود قطب غاز، اذا اقطاب الخلية الاثنين واحد قطب فلزي واحد قطب غازي، الفلز على الانود والغاز على الكاثود. يلا ابدي اجراءات التمثيل،
اول ما اروح بالتمثيل اخلي شنو يا طلاب خطين كبار دلاله اليمن على الجسر الملحي. نبدي هسه اولا جهه اليسار انود وجهه اليمين كاثود. يساري من هو قطب الفز الفلس اللي هو الفضه. اوكي تعال شوف اذكرك بالتمثيل. شوف القطب الفلز لما يكون انود بمين اجراءاته، من رمز الفلز الى رمز ايون الفلز تركيز المولاري. اذا من امثل الفضه ما لك علاقه بعدد المولات، بعد عدد المولات ما لها علاقه بالتمثيل، حط لي بس رمز الفلز وايونه. اذا نبدا تمثيل الفضه على الانود، رمز الفلز اي جي الى رمز ايون الفلز اي جي الموجب، وهنا تركيزه واحد مولاري. شوف التراكيز وين كانت؟ بصف من؟ صف الجسر الملحي. اذا هاي مثلنا الفضه على الانود. راح نمثل الكلور على الكاثود. الكلور غاز، شلون تمثل اي غاز على الكاثود؟ القاعده تقول رمز الغاز تركيز المولاري، العفو رمز ايون الغاز تركيز المولاري، رمز الغاز ضغطه ينهب البلاتين. هاي قاعدة الغاز لما يكون كاثود. اذا على القاعدة تمشي، رمز الغاز سي او سالب ساد وعدد المولات ما لها علاقة عدد المولات، رمز الغاز تركيزه واحد مولاري الى رمز العفو رمز ايون الغاز تركيزه واحد مولاري، رمز الغاز سي او تو تعطي ضغط واحد اي تي ام وتنهب ايش؟ وتنهب البلاتين. وتنهب ايش؟ تنهب البلاتين. صار عندي تعبيرين للخلية، هذا تفاعلها العام وهذا تمثيلها الكتابي. ترى انت من التفاعل العام ولا من التمثيل جايبين ان الفضة الانود والكلور كاثود. بس انت هنا ملتزم باجراءات شنو؟ باجراءات خاصة. تمام عيني؟ زين. تعال خلينا نشوف هذا التفاعل الثاني. التفاعل الثاني كلور ويود، اثنيناتهن مواد غازية. الكلور من سالب واحد للصفر زاد إذن هو الانود، واليود من صفر إلى سالب واحد، اثنين اي سالب طبعا، من صفر إلى سالب واحد قل، إذن هو من إذن هو الكاثود، إذن هو الكاثود. ماشي؟ إذن الأخطاب اثنيناتهن غاز، الكلور انود واليود كاثود. حطيت الجسر الملحي، اوكي؟ ابدي امثل الكلور على الانود. الغاز شلون تمثل انود؟ بلاتين. رمز الغاز ضغطه، رمز ايون الغاز تركيز المولاري. اذا على القاعده على القاعده نمشي، اوكي؟ اذا بلاتين يبدي بلاتين، رمز الغاز سي ال تو ضغطة واحد اي تي ام، رمز ايون الغاز سي ال شنو سالب تركيزه واحد شنو تركيزه واحد مولاري. شوف تمثيله، بلاتين رمز الغاز ضغط واحد اي تي ام، رمز ايون الغاز تركيز واحد مولاري. اليود كذلك غاز، حنمثله على الكاثود. هسه مثلنا قبل شويه الكلور على الكاثود، هسه راح نمثل اليود على الكاثود. اي غاز تمثيله على الكاثود بيش يكون؟ رمز ايون الغاز تركيز المولاري، رمز الغاز ضغطه تنهب بلاتين. اذا رمز الايون اي سالب تركيزه واحد مولاري. شوف دائما التراكيز على جانبي الجسر الملحي. اوكي رمز ايون الغاز تركيزه واحد مولاري، رمز الغاز اي شنو اي 2 ضغطه واحد اي تي ام، وتختم بيش؟ وتختم بالبلاتين. وتختم بيش؟ تختم بالبلاتين. تمام زين. تفاعل اخر، الومنيوم صفر عدد اكسده رايح صاير موجب 3 زاد، اذا الالومنيوم انود. كادميوم من موجب 2 الى 0 قل، اذا الكادميوم كاثود. الالمنيوم قطب فلز والكادميوم قطب فلز، اذا اقطاب الخليه اثنيناتهم اقطاب شنو فلزيه.
حتى تمثل هاي الجسر الملحي هنا الانود هنا الكاثود. الالمنيوم ماده صلبه، شو تقول القاعده مال القطب الفلزي لما يكون انود؟ رمز المنوى، رمز الفلز، رمز ايون الفلز تركيز المولار. اي ال الى اي ال موجب 3-1 مولاري. زين الكادميوم على الكاثود، القطب الفلزي على الكاثود، رمز ايون الفلز تركيز المولاري الى رمز الفلز. كادميوم رمز ايون الفلز موجب 2 تركيز المولاري 1 مولاري، ويروح الى رمز الفلز كادميوم. لا تبدي ببلاتين ولا تنهي ببلاتين لان الاقطاب اثنيناتهن اقطاب مواد صلبه، اقطاب مواد صلبه. جيد جدا. زين روح الى تفاعل اخر. الاقطاب اباوع حديد من موجب 3 الى موجب 2 الى موجب شنو؟ الى موجب 2. اذا يا طلاب هنا الحديد من ايون الى ايون، هذا قطب تأكسد واختزال. طيب قل لو زاد؟ قل. اذا هو يعاني عملية اختزال. طيب اذا قطب الحديد يكون كاثود، كاثود، بينما البروم من سالب 1 للصفر زاد، اذا البروم هو حيكون انود. اذا هذا الجسر الملحي يا طلاب. الانود قطب غاز، هذا غاز، والكاثود قطب تأكسد واختزال. شلون تمثل الغاز على الانود وشلون تمثل قطب التأكسد والاختزال على الكاثود؟ طيب اجي انا عندي قاعده ما لي علاقه بالتفاعل، انا قاعده الغاز امثله على الانود بلاتين، بلاتين، رمز الغاز Br2 1 ATM. ساد اشو هو هنا بالتفاعل Br سالب، انت حطيت Br2، اخي انا ما لي علاقه بالتفاعل، انا افتهمت البروم انود راح امثله يعاني اكسده راح امثله انود. قاعدته تقول بلاتين رمز الغاز الى رمز ايون الغاز، بلاتين رمز الغاز 1 ATM، رمز ايون الغاز Br سالب 1 شنو؟ مولاري. خلاص انا امشي على القاعده. اوكي طيب التأكسد والاختزال شلون تمثله على الكاثود؟ من عدد تأكسد رمز الغاز الاكبر تأكسد او رمز الايون الاكثر تأكسد موجب 3-1 مولاري، فارزه منقوطه يروح الى رمز الايون الاقل تأكسد اللي هو موجب شنو؟ موجب 2-1 شنو؟ مولاري، وتختم بيش؟ وتختم بالبلاتين. وتختم بيش؟ تختم بالبلاتين. هي قواعد ثابتة وامشي عليها من امثل الخلية الفولتائية كتابة يا طلاب. زين هنا عندي هذا جسر ملحي. الاخطاب الذهب من 0 إلى موجب 3 زاد، اذا هذا انود اكسدة. الانود اللي هو الذهب. الهيدروجين من موجب 1 للصفر قل يعاني عملية اختزال. اذا الذهب انود والهيدروجين كاثود. الانود قطب صلب، شلون تمثل القطب الصلب؟ رمز الفلز ايو يروح الى رمز ايون الفلز ايو موجب 3 وتمطي تركيز 1 مولار. شلون تمثل الغاز على الكاثود؟ رمز ايون الغاز اتش الموجب 1 مولار تركيزه، رمز الغاز اشتو ضغط 1 ATM، وتنهي بيش؟ وتنهي بالبلاتين. وتنهي بيش؟ تنهي بالبلاتين. زين هنا هذا الجسر شنو؟ جسر ملحي. الاقطاب هيدروجين من 0 إلى موجب زاد، اذا الهيدروجين انود. الفضة من موجب 1 للصفر قل، اذا الفضة كاثود. اذا الانود غاز والصلب كاثود. اذا نبدأ هسه. الهيدروجين غاز تمثيله على الانود بلاتين، رمز الغاز H2 ضغطه 1 ATM،
رمز ايون الغاز اتش الموجب تركيزه واحد مولاري، تركيزه واحد مولاري. هذا قاعدة تمثيل الغاز على الانود. زين شنو قاعدة تمثيل الصلب على الكاثود؟ رمز ايون الفلز اي جي الموجب واحد مولاري الى رمز الفلز اللي هو من هو اللي هو اي جي اللي هو من هو اللي هو اي جي. اذا يا طلاب شوف، انت سواء عندك التفاعل ولا التمثيل، ترى من خلال التفاعل تعرف ياهو الانود وياهو الكاثود، ومن خلال هسه انت بعد اذا اجاك اي تمثيل او طلب من عندك التمثيل، من يطلب من عندك التمثيل تحدد اول مره ياهو اللي جاي يعاني اكسده من الاخطار وياهو اللي جاي يعاني اختزال، شنو نوع قطب الانود وشنو نوع قطب الكاثود، وانت ضروري تعرف قاعدة تمثيل كل قطب من الاقطاب الثلاثة على الانود، وتمثيل كل قطب من الاقطاب الثلاثة على من على الكاثود. واضح عليه؟ هسه ان شاء الله تكون الصورة واضحة، لان هنا احنا اخذنا الخارطة الاساسية اللي راح تدخل ويانا بعد بالحسابات. شوف مرة بالحسابات، مرة بالاسئلة، مرة يعبر عن الخلية تفاعل عام، ومرة يعبر عنها تمثيل كتابي، مرة اكو تفاعل وانت تكتب التمثيل الكتابي، مرة التمثيل ومن عنده تاخذ نصف الاكسدة ونصف الاختزال وتكتب التفاعل العام، حتشوف اشكال من الاسئلة. بس المهم الاساسيات لازم نضبطهن. فهذا موضوع عن التعبير عن الخلية الفولتائية كتابة يا طلاب جدا 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 مهم. هسه ان شاء الله فهمت الخريطة الاساسية وفهمت عندنا قواعد واحنا دا نمشي عليها، اوكي؟ وهذا هسه انا خليت لك الصورة حتى تكون حاضرة في بالك دائما. هسه لحد هنا انتهت محاضرتنا، وان شاء الله اشوفك بالمحاضرة القادمة.